ويا صباح الفل من اسطنبول. تعالوا النهارده ناخد جولة سريعة في واحدة من أهم المناطق في اسطنبول، منطقة تشيشني. ويا صباح الفل من اسطنبول، موجود النهارده في منطقة تشيشني. إن شاء الله خلال فيديو النهارده هحاول كده أنقل لكم الأجواء الحالية في واحدة من أهم المناطق في اسطنبول. طبعا أمامي حاليا مول جواهر، واحد من أشهر المولات للسياح في اسطنبول. الميزة كمان إن مول جواهر يعتبر أقرب مول لمنطقة تقسيم، من العلامات المميزة في منطقة تشيشني. مش عاوز اضيع وقت الفيديو بالكامل هنا في المول، لكن هو زي اي مول في اسطنبول هتلاقوا الماركات التركية المعروفة موجودة، زي السواكيكي، ديفاكتو، ماضي، كوتون، كولينز، الماركات التركية يعني المنتشرة في كل المولات. موجود ايضا الماركات العالمية الاجنبية. فمول جواهر الميزة زي ما قلتلكم ان هو قريب من تقسيم، فبالتالي يعتبر المول الاشهر بالنسبة للسياح. امامي حاليا ستور لماركة اسمها ماضي. ماضي باللغة التركية يعني ازرق، اللون الازرق. خلينا كده ندخل نشوف هل في تخفيضات في الوقت الحالي ولا لا في شهر نوفمبر. هنا يا جماعة في موفي في ديسكاونت، لكن اعتقد مش ديسكاونت مفيد قوي. يعني تشتري قطعة تانية بيكون عليها تخفيض 30%، مش 50 حتى، 30% فقط. الجاكيت هنا والجواكت يعني سعرها تقريبا 200 ليرة، 2000 ليرة، 200 ليرة بس، 2000 ليرة تركية. فبشكل عام يا جماعة يعني مول جواهر مناسب جدا لو حد حابب يتسوق ومن المولات يعني، ويكون مول قريب من منطقة تقسيم، من الأماكن السياحية. المول كبير من حيث المساحة، كل الماركات تقريبا هتلاقيها موجودة هنا. الفود كورت كمان، منطقة المطاعم يعني مميزة جدا فيها كل شيء. حاليا خلينا بقى نبدأ جولتنا خارج مول جواهر في منطقة تشيشني. شوفوا يا جماعة يعني هنا مول جواهر، انا هطلع حالا او خرجت خلاص من المول. المنطقة بقى المحيطة بالمول منطقة تشيشني، منطقة اسمها عثمان باي، من المناطق الجميلة جدا هنا في اسطنبول. منطقة تشيشني منطقة كلها محلات ملابس مشهورة كمان بالازياء والموضة وكده، مطاعم، كافيهات. يعني هنا مفيش أماكن تاريخية مثلا، أماكن أثرية، مساجد قديمة، كنائس، هي المنطقة كلها محلات، فبالتالي مناسبة جدا للتسوق. أنا كنت موجود عند مول جواهر، مشيت بس الشارع ده 10 دقايق تقريبا، ده في اتجاه تقسيم وشارع استقلال، لكن لسه بدري شوية، لسه ممكن 20 دقيقة أو 25 دقيقة مشي. وانت بتتمشى هنا بقى هتلاقي محلات عادية، هتلاقي ماركات معروفة، الأسعار كمان بتبقى مناسبة جدا في محلات تشيشني. شوفوا مثلا هنا الحاجات دي 250 ليرة. فتشيشني مناسبة جدا للتسوق، الناس اللي حابة تشتري ملابس. في كمان المحلات اللي بتبيع الفساتين، فساتين السهرة وكده. مش حابب يعني اركز قوي على الملابس بعينها، لكن الاسعار زي ما انتم شايفين المونت او الحاجات دي ب 1500، 1500 ليرة تركية. داخل المولات يعني نفس الحاجات دي ممكن سعرها 2000 وشوية، 3000 على حسب البراند طبعا او الماركة. تشيشني فيها محطة مترو، فبالتالي سهل جدا توصل ليها
باستخدام المترو محطتين فقط من تقصين. لو حابب تتمشى المسافة مش بعيدة من تقصيم، يعني تقريبا نص ساعة كده لو بتتمشى براحتك. زي ما قلت لكم يعني هنا الشوارع كلها محلات للملابس. شوفوا الحاجات دي 300 ليرة عن اقل من 10 دولار. هنا احد محلات البدل، وانتوا بتتمشوا كمان هتلاقوا الممرات دي، يعني ده ممر اسمه يلمازلار باساج، باساج اللي هو الممر. هتلاقوا من جوه بقى محلات كتير جدا، طبعا دي بتبقى ماركات تقليد كوبي، حاجات مقلدة. 250 ليرة. الحاجات دي مكتوب 500 ليرة. فالممر ده من الداخل هتلاقوا محلات كتير جدا موجودة، والأسعار بتبقى فعلا مميزة. محل البدل ده شوفوا البنطلونات عنده، بنطلونات اللي هي الكلاسيك يعني القماش ب 500 ليرة. شيشلي على فكرة فيها فنادق كتير جدا، يعني ناس كتير بتحب تحجز الفندق في شيشلي. هحاول وانا بتمشى كمان اصور لكم الشارع اللي فيه الفنادق. والله يا جماعة انا شايف الاسعار حلوة جدا هنا في المحلات اللي موجودة في شيشلي. الحاجات دي بألف ليرة. في سكشن بنات وسكشن للأولاد أو الرجالي، الحاجات دي ب700 ليرة. الحاجات دي بتبقى اللي هي ضد للمطر يعني. في تي شيرت ب200 ليرة فقط. أنا وصلت حاليا عند محطة مترو اسمها عثمان باي، محطة المترو اللي بعد تقسيم على طول، يعني لو هتستخدم المترو محطة واحدة فقط وهتنزل عند عثمان باي. المنطقة اللي انا فيها حاليا من اجمل المناطق في اسطنبول، شكل الشوارع جميل جدا، اجواء اوروبية. هنا شوفوا هنا محطة المترو عثمان باي. خليني اعدي الشارع، الشارع اللي انا حاليا ده كله محلات فساتين، شارع الأزياء والموضة في شيشلي. اعذروني يا جماعة التصوير فيه صعوبة شوية لأن الشوارع هنا كلها فيها السيارات بتمر باستمرار، لكن لو تشوفوا شكل الشوارع والمباني الأشجار، الأجواء فعلا جميلة جدا. الشارع ده زي ما قلت لكم مشهور جدا بالمحلات الملابس، ممكن تكون فخمه شويه يعني، شارع الازياء زي ما قلت لكم. موجود اكتر من ايتلي محلات او معارض للفساتين. تحس كده باجواء باريسيه وانت بتتمشى. الشوارع كمان عاملينها شكلها حلو جدا. دي كلها اتجاهات للفساتين. في ايضا معروض فساتين الزفاف، الفستان الابيض. الشارع يا جماعة اللي انا موجود فيه حاليا ده اللي عند محطة المترو مباشرة، يعني اول ما تخرج من محطة مترو عثمان باي هتلاقي الشارع ده امامك. انا بلاحظ على فكرة جنسيات عربية كتير جدا موجودة في الشارع. زي ما قلت لكم ناس كتير بتحب تحجز الفندق في شيشلي منطقة عثمان باي. هرجع مرة تانية للشارع الرئيسي. بعتذر جدا لو الاصوات مزعجة، اصوات السيارات الموتوسيكلات اللي موجودة، لكن فعلا المحلات كمان شكلها حلو جدا من الخارج.
شوارع منطقة عثمان باي زي ما انتم شايفين، يعني كلها من اولها لاخرها محلات ملابس وفساتين. في محلات كتير هنا بتبيع بالجملة، او اغلب المحلات اصلا هنا منطقة البيع بالجملة. شوفوا انا مكتوب سط الشمز توب تان اللي هو بالجملة يعني. فالشارع اللي انا فيه حاليا ده كله بيع بالجملة. الناس اللي مهتمة بالملابس او بيتاجروا في الملابس اعتقد لازم يجوا الشارع ده لو في اسطنبول. لو جيت الصبح كمان، يعني انا بصور الفيديو ده خلاص الساعة تقريبا 6 مساء، لو جيتوا بدري هتلاقوا زحمة جدا في الاماكن دي. مواعيد العمل هنا في تركيا بتبقى بدري، من الساعة 8-9 صباحا بيبقى الناس كلها في شغلها لغاية ممكن الساعة 6-7 مساء، وبعد كده الحياة بتكون هادية تماما. انا يا جماعة لازلت موجود عند منطقة اللي هي محطة مترو عثمان باي، موجود هنا قريب من المترو، عدد كبير من الفنادق. بعتذر مرة تانية من اصوات السيارات. هنا امامي فندق اسمه رمادا بلازا، اعتقد 5 نجوم 5 ستارز. المنطقة هنا بالكامل يعني فيها عدد كبير من الفنادق، زي ما انتم شايفين المنطقة حيوية، مطاعم كافيهات في كل مكان، محلات الصرافة موجودة. لو كملت ماشي للشارع ده هتوصل لمنطقة تقسيم وشارع استقلال. موجود هنا في فيشلي يعني عدد كبير من الصرافات. الدولار في اللحظة اللي بسجل فيها الفيديو ب 33.4، اليورو ب 35 تقريبا. اعتقد السعر في مناطق اخرى بيكون افضل، لكن لو انت ساكن في شيشلي هتقضي يومك في شيشلي، غير من اي صرافة وخلاص طالما المبلغ يعني مش كبير. المميز هنا في المنطقة على فكرة الكافيهات، يعني لو حابب تفطر كده في كافيه، معجنات تركية، سميت، حاجات بقى محشية، جبن بوريك، والحاجات دي مميزة جدا هنا في شيشلي. هتلاقوا كمان مكاتب سياحية موجودة هنا، الناس اللي حابة اي نوع من الخدمات السياحية. بالمناسبة لو حد محتاج اي خدمات سياحية، يحجز مثلا فندق، توصيل المطار والحاجات دي، هتلاقوا في الوصف تحت الفيديو رابط من خلاله تقدروا تتواصلوا مع احد المكاتب. مانجا دي ولا ايه؟ مانجو الواحدة ب 39 او 40 ليرة. الفاكهة في الشتاء بتكون غالية شوية، ممكن البرتقال هو اللي بيكون سعره جيد. الموز ب 56 ليرة للكيلو. فالميزة كمان في منطقة شاشلي الناس اللي بتحجز فندق هنا ان بتلاقي كل حاجة حواليك، حابب تشتري اي شيء من السوبر ماركت، اسعار تعتبر الاسعار الطبيعية يعني مش اسعار سياحية او شيء. في ناس كمان بتحب تحجز شقق سياحية او تأجر شقة، متوفر ايضا في شاشلي عدد من المكاتب اللي بتقدم الشقق السياحية وكده. لكن نصيحة يا جماعة، يعني قبل ما تحجزوا اي فندق، قبل ما تحجزوا اي شقة سياحية، اتأكدوا من الموقع، لان احيانا بيبقى في فنادق او شقق في اماكن صعب المشي اليها شوية. شايفين الشارع ده نازل لتحت عامل ازاي؟ فتخيل لو انت ساكن مثلا في فندق هناك، الموضوع هيبقى مرهق شوية في الصعود والنزول كل يوم، او في الصعود بالتحديد. مرة تانية يا جماعة، يعني نصيحة، قبل ما تحجزوا اي شيء هنا في منطقة شيشلي في منطقة عثمان باي، اسألوا عن الموقع، هل الشارع صعب الوصول اليه او لا؟
ان زي ما انتم شايفين الشوارع هنا اغلبها شوارع مائله. المناطق دي بيكون فيها فنادق، بيكون فيها شقق مفروشه وكده، لكن زي ما انتم شايفين لو حد كمان كبير في السن او كده هيكون موضوع المشي صعب بالنسبه له، واحيانا كمان التاكسيات مش بتوافق تدخل الشوارع اللي هي الضيقه. هنا الطريق ده لاخره لو فضلت ماشي هتوصل لتقسيم. انا حاليا متوجه لمنطقه تقسيم، يعني حتى اللي مهتم ممكن يتابع الفيديو القادم ان شاء الله. بعد الفيديو ده هصور لكم اجواء المساء والليل في تقسيم. من الميزات كمان في شاشل انها منطقه سكنيه عاديه، فبالتالي هتلاقي السوبر ماركتس اللي هي زي بيم، شوك، ميجروس، ايوس بير، الاماكن دي كلها موجوده هنا في شاشلي. واخيرا وصلت يا جماعه لمنطقه تقسيم. يعني زي ما شفتوا انا الفيديو بالكامل كان في الشارع اللي هو امامي مباشره، لو فضلت ماشي لاخر الشارع هتوصل لمحطه مترو عثمان باي، وبعد كده محطه شاشلي اللي عند مول جواهر. فحبيت كده النهارده اقول لكم او انقل لكم باختصار الاجواء الخاصه بمنطقه شاشلي، تعتبر اقرب المناطق لتقسيم. حاليا خلاص انا على بعد خطوات من ميدان تقسيم ومنطقه شارع استقلال. وهنا هتكون نهايه فيديو النهارده. اتمنى الفيديو ان شاء الله ينال اعجابكم. لو عندك اي سؤال او استفسار ممكن تسيبه في التعليقات. واتمنى يعني بالنسبه لمنطقه شاشلي اكون قدرت انقل لكم الاجواء الموجوده في المنطقه بتكون عامله ازاي. في النهايه شكرا جزيلا على المتابعه، وما تنسوش تعملوا لايك، وان شاء الله انتظر تعليقاتكم اسفل الفيديو.